فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أن يجهر بالقراءة في صلاة الضحى والصلوات التي في النهار؟ لا، صلاة النهار سرية سواء فريضة أو نافلة، إلا ما ورد أن الرسول جهر فيه مثل صلاة الجمعة وصلاة العيد صلاة الكسوف، على رأي صلاة الكسوف على قول، لكن العيد والجمعة جهر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في النهار لا بأس. لكن إذا قضى في مسألة، إذا قضى صلاة الليل في النهار مثل الفجر صلاها فاتته وصلاها في النهار، يجهر فيها القراءة، لأن القضاء يحكي الأداء، وفعله الرسول صلى الله عليه وسلم لما ناموا عن صلاة الفجر وصلاها بهم بعد ارتفاع الشمس، جهر بالقراءة عليه الصلاة والسلام، لأن القضاء يحكي الأداء. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.